أولا بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. كما نعلم أن هذه السنة ديال 2024 شهر رمضان هي كباقي السنوات الأخرى، يعني في شهر رمضان لابد من وجود إقبال على التمور، لكن الملاحظ هو أنه ما زال هنالك يعني ضعف بالنسبة للمشتري، يعني مازال ما كاين، وكذلك وجود أثمنة مرتفعة في الأسعار بحال مثلا هادشي ديال السفوف ديال السلو، كنلقاو بلي مجموعة من الأمور اللي هي بحال جلجلان بحال اللوز اللي هما زايدين في الأثمنة. التمر في الغالب ديالها فهي يعني باقي في الأثمنة ديالها، ولكن التمر المحلية هي اللي كتعرف ارتفاع، وبالأخص الجهل مازال المجهود راه باقي يعني في الأثمنة ديالو اللي كيتراوح تقريبا من 50 درهم حتى 120 درهم. الجهل اللي كنا كنعرفوه ب 20 درهم 23 درهم حتى 25 درهم، الآن كنسمعوا بلي راه كاينه 35 40. هذا الثمن هذا راه يعني راجع للجفاف اللي كتعرفوا المنطقة ديال الجنوب الشرقي بصفة عامة ولا العالم بأسره. بالنسبة للتمور الجزائرية ولا التمور المصرية ولا التمور كاع المستوردة بصفة عامة، فالثمن فيها مناسب يعني كباقي الأعوام. وكاين الانسان دابا الحمد لله راه التمر بادي تقريبا من 20 درهم حتى ل 120 درهم، يعني راه اي واحد في المتناول ديال باش انه يشري. واللي كما قلت لك راه يعني المسائل ديال السلو هي اللي طالعه ديال السفوف. التمر اللي عليها اقبال هي التمر ديال المحليه والتمر ديال السكري، التمر الجزائرية هذه عليها إقبال بزاف، التمر الجزائرية والتمر السكري هادو هما اللي تقريبا إلا جيت تشوف راه هما اللي عليهم إقبال بزاف. الإقبال مازال ضئيل، يعني مازال متراجع، ولكن الحمد لله هذا هو الأساس، هو الحمد لله على كل حال. ولكن راه أنت كتشوف راه الناس كما كنعرفوا يلا خرج من كورونا، يلا خرج من مجموعة من الأزمات، والعالم بأسره راه كيمر بأزمة، وكاين الارتفاع في الأسعار راه هو اللي كيؤدي لهذا الانخفاض هذا بالنسبة للمشتري. كلمة أخيرة في شهر رمضان، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرفع البلاء على أهلنا في غزة، وأن يرزقهم النصر، وأن يرزقهم التمكين، وأن يعلي شأنهم ورأيهم، وأن يقوي شوكتهم، ورمضان مبارك للجميع. وبالنسبة للأثمنة ديال هذه السنة هذه مازالت ما ارتفعت والو، باقي الثمن عادي. العام اللي فات كان الثمن شوية زايد، هذا العام الثمن ما غاليش التمر هذا العام، لا ما كاين لا زيادة لا والو. إيوا كاين الفرق شوية، التمر ديال الإماراتية كاينة داخلة مزيان، وبالنسبة ديال الجزائرية هذه السنة هذه شوية ما دخلاش بزاف. واللي كيتمشى عندنا هو التمر ديال تونس، التونس هي اللي تتمشى بزاف، والسكري حتى هو كاليتي مزيان، الله يجعل البركة، المهم الحركة الله يجعل البركة مزيان. هذه القضيه مزيانه. ايوا بالنسبه للناس نقول لهم مبروك عليكم هذا الشهر المبارك سعيد، وراه ان شاء الله كل شيء غادي يكون التمر بثمن مناسب. خويا التمر كاين، هذا هو ديال السعوديه خويا، هذا هو 40 درهم خويا، هذا ديال 40 درهم خويا ديال السعوديه، كاين هذا اللولو هذا حتى هو ديال السعوديه خويا الفريل، عندنا هذه هي الليبيه خويا دايرين لها 30 درهم، كاين هذيك التمر 20 درهم خويا، عندنا خويا التمر ديال 2 كيلو كاين ديال الليبيه دايرين لها 90 درهم خويا، عندنا تونس خويا دايرين ليه 80 درهم، كاين الدوزيام ديالو دايرين ليه 60 درهم خويا، تونسيه تا هي، وعندي الجزائريه خويا تا هي، بيتي الجزائريه هي خويا داير لها 45 درهم خويا، كاين هذه التونسيه داير لها 40 درهم خويا، كاين هذا المجهول هذا ديال البلاد داير ليه 130 خويا، كاين هذاك داير ليه 100 درهم خويا، كاين هذا المجهول ديال الكيلو خويا ديال الاردن هذا ديري لي 100 درهم خويا، هذا ديال الاردن ديري لي 100 درهم، الشريحه خويا بالنسبه للشريحه الثمن ديالها 100 درهم، الثمن مناسب خويا. كاين عندنا هذا اللولو هذا 1000 ريال،
كاين التونسي عاوتاني هذه هي دايرين لها 30 درهم خويا. بالنسبه ديال التمر بالنسبه من بين العام اللي فيه تقريبا ماشي شي حاجه بزاف خويا، نقول لك الصراحه بالنسبه الثمن مناسب، نقول لك الصراحه هذا الشيء اللي كاين. بالنسبه للحوايج اخرين كاينين اللي تزادوا في الثمن، بحال الججلان شويه تزاد في الثمن، حلو شويه حتى هو ماشي شي حاجه كثيره. اما القرقاع في الثمن ديالو راه معروف، الثمن القرقاع تمر الثمن مناسب بحال العام فايت لا جيت تشوف بحال هذا العام هذا، وعلى حساب الكاليتي خويا، بغيش كل حاجه والثمن ديالها خويا. كاين التمر ب 20 درهم، كاين التمر ب 25، كاين التمر ب 15، كيما كنخدموش بالبيريمي خويا بصراحه، خدموا بالكاليتي اي تواسلعه، لا لوز ديال اسبانيا لا لوز ديال البلاد. نقول لك الصراحه بالنسبه قد يا خويا كنتقدا من مراكش، كنتقدا من فاس، كنتقدا من هنا من درب مينا، كنتقدا من كراج علال. انا فما لقيت السلعه نقيه كنطيحها خويا، نقول لك الصراحه هذا الشيء اللي كاين خويا. خويا النوع ديال الاثمار اللي كيتمشاو كاين هذا السكري ديال السعوديه، كاين العشاق ديالو، كاين هذا اللولو، هذا كاين المجهود، على حسب كل واحد كيمشي على التقدا ديالو. الحمد لله اللهم لك الحمد، الله يجعل البركه الخير والبركه، الله يجعل البركه استاذ. لا ما تزاد ما والو، تزاد تقريبا جدراهم بحال كواك، جدراهم 60 ريال كل واحد واش من تمر كيدي، كلشي كيخرج، العراق كتخرج، الجزائر كتخرج، تونس كتخرج، ليبيا، مصر، المغرب، كل واحد الذوق ديالو. الله يجعل البركه الاقبال، راه الناس راه كتشري، جاو منيش مع راه الشهر داكشي هو هذاك، الناس جاب ذا الفلوس وهذا هو اللي كاين حاليا. السكري اللي هو رمز ديال المغاربه اللي كيعتمدوا عليه في رمضان، هو حاليا داير في الجمله داير 29 درهم. السكري العام اللي فات راه داير 34 درهم ونص، مقارنه هذا العام راه داير 29 درهم. هذا العام لا ما تزادش. بالنسبه لاخويا المسائل الاخرى بحال الزنجلان، هو اللي كيشاهد واحد الطلوع اللي هو صاروخي، اليوم تفاجئنا بانه راه واصل 48 درهم في السوق، هو واللوز والتمر راه باقي شاد الثمن ديالو. بالنسبه لكاين عبد الكريم عندنا في المغرب، الجزائر هي الاولى وتابعه ديال تونس ياك، وبالنسبه ديال الجزائر هو كاليتي ديال السوق تابعه ديال تونس. المهم بالنسبه ديال العراق والاخرين راه المنتوجات هما عاديين، راه كاينه غير 16 درهم و13 درهم بالنسبه ديال العراق، وكاين الماركات زعما راه بادي التمر من 13 درهم حتى 16 درهم 18 درهم. بالنسبه اللي طالع حنا كنقولوا دابا الطوب ديال التمر راه داير 29 درهم 33 درهم، وكاين المجهول، المجهول راه فيه 50 درهم و70 درهم ديال البلاد، كاين السكري والجزائر والمجهول، هادو هما اللي عليهم الاقبال. وبالنسبه في العرش راه كاين الناس اللي كيمشيو على حساب ديال التونسيه، حيت حتى هي منخفضه في الثمن شي شويه، والحركه شي شويه واخا هكاك راه كاين الاقبال على شويه، باقي ما شفناش شي رواج نيس اللي هو صحيح. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين فبراير، وتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.